السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يا الله يا الله يا رب العالمين، إلهنا، تم نورك فهديت فلك الحمد. إلهنا، عظم حلمك فغفرت فلك الحمد. إلهنا، بسطت يديك فأعطيت فلك الحمد. سبحانك سبحانك، ما أعظم شامك، لك الحمد ولك الشكر على نعمك الجزيلة وفضائلك الكريمة. ربنا، وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم جاه، وعطيتك أفضل العطية وأهنأها. سبحانك، ما أعظم شانك، تطاع ربنا فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب، وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل. سبحانك سبحانك، نسألك اللهم أن ترزقنا صبرا يبلغنا ثواب الصابرين لديك، ونسألك اللهم شكرا يبلغنا مزيد الشاكرين لديك. يا الله يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، اللهم يا الله، يا من هو في الأرض إله وفي السماء إله، يا من له عنت الوجوه وذلت لعظمته الجباه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يسمع العبد إذا نجاه، يا من ليس معه إله يدعى ولا رب يرجى ولا خالق يخشى، يا عالم السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المتأخرة من الليل، ندعوك جميعا أحبابك من الذكور والإناث، عيب المؤمنين يرفعون أكف الضراعة، فلا تردنا خائبين. اللهم يا رب يا كريم، نسألك باسمك العظيم، وجهك الكريم، وسلطانك القديم، أن تفرج همومنا أجمعين. اللهم فرج همومنا أجمعين، اللهم فرج همومنا أجمعين، اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا رب العالمين، لا تواخذنا بسوء فعلنا، لا تهلكنا بخطايانا، فإنك أرحم الراحمين. اللهم اكتبنا مع من سبقت لهم منك الحسنى، الذين هم عن النار مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. يا رب يا كريم، إن الكثير من عبادك يرجونك رجاء عظيما، فلا تردنا خائبين. يا مسهل الشديد، يا ملين الحديد، يا منجز الوعيد، يا من كل يوم هو في أمر جديد، اللهم أخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ندفع ما لا نطيق، ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. اللهم كل من كان منا مريضا وسقيما وعليلا، اللهم أنت الطبيب وأنت المعالج وأنت المداوي، اللهم شافنا أجمعين، شافنا من كل داء ومن كل سقم. قلت وقولك الحق، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين،
فاللهم إن مرضى فشافنا بشفائك وداونا بدوائك. يا الله يا الله، اجعل نومنا في الليل شفاء من كل داء وسقم، واجعلنا نستيقظ صباحا ونحن في صحة وعافية وخير عظيم. يا الله يا الله، اللهم يا رب يا كريم، بناتنا التي يعانين من الموانع في الزواج، اللهم يا رب ارزقهن القبول. يا رب ارفع عنهن الموانع، يا رب ارزقهن القبول وافتح لهم باب التيسير. اللهم بحق قولك إنا فتحنا لك فتحا مبينا، افتح لهم جميعا أبواب التيسير وأبواب الفلاح وأبواب الرشاد. اللهم يا كريم يا ودود، كل من عندها في قلبها حاجة أنت أعلم بها، اللهم أعطها حتى ترضى بحق قولك، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. اللهم ارزق كل بناتنا أزواجا صالحين، وارزقهم ذرية طيبة. اللهم وكل من كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، اللهم يا رب عوضها خيرا، عوضها رزقا حلالا طيبا عاجلا غير آجل. يا رب عوض كل محروم، وعوض كل منكوب بخيرك الجزيل وعطائك الذي لا حدود له. اللهم يا كريم اجعل بين كل زوج وزوجة مودة ورحمة، اللهم ألف بين القلوب واصلح ذات البيون. يا رب يا كريم، اللهم ألف بين القلوب واصلح ذات البين. اللهم ووفق الآباء مع الأبناء على الطاعة وعلى المحبة وعلى الوئام برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كل من كان فقير محتاج إلى المال، أنت الغني، سبحانك سبحانك ما أعظم شانك، أنت الكريم، سبحانك سبحانك ما أعظم شانك، أنت الفتاح، سبحانك سبحانك ما أعظم شانك، أنت الرزاق، سبحانك سبحانك ما أعظم شانك، أنت الوهاب، سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. اللهم ارزقنا جميعا رزقا حلالا طيبا كثيرا يا الله. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا تحت الأرض فأصعده، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا قريبا فمكننا منه، وإن كان رزقنا قليلا فكثره، وإن كان رزقنا كثيرا فبارك لنا فيه. اللهم يا رب يا كريم، كل من عنده حاجة في قلبه وفي نفسه أنت أعلم بها منا جميعا، اللهم عجل بالفرج، اللهم عجل بالفرج يا فارج الهم يا كاشف الغم، فرج همومنا، يسر أمورنا، ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. يا الله يا الله يا الله، نسألك بحق قولك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا مضطرين وأنت المجيب، يا سامع كل صوت، يا بارئ النفوس بعد الموت. يا الله إنا ضيوفك وأنت أكرم الأكرمين، إنا ضيوفك وأنت أكرم الأكرمين، فبلغنا كل ما نريد فليس ذلك عليك بعزيز. يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد. يا الله يا الله يا الله، يا حابس يد إبراهيم عن ذبح ابنه، يا رافع شأن يوسف على إخوته وأهله، يا كاشف ضر أيوب، يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف غم المغمومين. نسألك اللهم في هذه الساعة أن تزيل همومنا أجمعين، اللهم أزل همومنا أجمعين، اللهم أزل همومنا أجمعين. يا الله يا الله، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا
فانصرنا عن القوم الكافرين. اللهم يا ربي بكلمة الربوبية ارزقنا رزقا وفيرا. اللهم عجل لنا بالفرج، اللهم عجل لنا بالفرج. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.